بسم الله الرحمن الرحيم. السادة أعضاء اللجنة اليهودية الأمريكية، زملائي قادة الأديان، أصحاب الفخامة والدولة، أصحاب المعالي، السيدات والسادة، إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم هذا اليوم وأن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن عميق تقديري لصديقي العزيز السيد ديفيد هيريس واللجنة اليهودية الأمريكية لدعوتي للتحدث في هذه الجلسة الافتتاحية برفقة قيادات عالمية حققت الكثير من الإنجازات والتغييرات الإيجابية. كما أود أن أشيد بجهودكم الدؤوبة وتفانيكم لإعادة بناء العلاقات الإيجابية بين المسلمين واليهود، وهذا دليل على القيم الرفيعة للجنة اليهودية الأمريكية التي تندد بقوة بعمل أولئك الذين يزرعون الانقسامات وينشرون الإسلام فوبيا وأيضا ضد أولئك الذين يروجون لمعاداة السامية. ولفخامة السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية أقول إن شجاعتكم في استقبال بعض المسلمين الأبرياء الذين فروا بحثا عن السلامة والأمن من منازلهم التي دمرتها الحروب لهو موقف إنساني رائع، فأنتم رمز للتكاتف الذي هو جزء من نسيج الحياة الاجتماعية في ألمانيا. وعندما تحدثتم عن كون الإسلام جزءا من المجتمع الألماني كان هذا موضع تقدير كبير في جميع أنحاء العالم الإسلامي. شكرا لكم مرة أخرى على استخدامكم لصوتكم من أجل الخير، وإنه لا يسرني أن أكون معكم، خاصة وأن العالم يحتفل في هذه اللحظة المحورية في التاريخ بالذكرى 75 لنهاية الحرب العالمية الثانية. قبل 75 عاما دمر النازيون العالم بأعمالهم المعادية. سعى هؤلاء الإرهابيون، ولا توجد كلمة أفضل لوصفهم من هذه الكلمة، سعوا إلى تصدير أديولوجيتهم المشوهة والمخزية للعالم باستخدام الكراهية والعنف، وذلك من أجل خلق عالم منقسم وعليل، عالم متجرد من كل قيم العدالة والرحمة. لقد أوشكوا أن ينجحوا في ذلك، لكنهم أساءوا تقدير الثبات والإرادة القوية لعدوهم، تلك الأرواح الشجاعة التي نعتبرها ضمن عائلتنا وأصدقائنا. فشل النازيون كذلك في إدراك أنه حتى في أحلك الأوقات يبقى هناك بصيص من الأمل، ورفضت قوى الخير الاستسلام واستمرت في معركتها لإيجاد عالم أفضل وأكثر مساواة، إن لم يكن لأنفسهم فللأجيال القادمة. وفي نهاية المطاف وقفنا سويا منتصرين، وتعهدنا بعدم السماح لفظائع الحرب العالمية الثانية أن تتكرر مرة أخرى. علمتنا الحرب العالمية الثانية عددا من الدروس المهمة التي نحملها معنا اليوم. من هذه الدروس أننا نتشارك في قيم وقواسم متأصلة تربطنا كبشر، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو الجنسية أو الإثنية أو أي تصنيف آخر مماثل. ومثلما وقفت قوى الخير جنبا إلى جنب ضد الشر في ساحات القتال في أوروبا منذ سنوات عديدة، يجب علينا اليوم أن نتحد ضد الذين يروجون للكراهية والتعصب. ومع مرور كل يوم يزداد عالمنا ترابطا بفعل إرادة الخير ودحر إرادة الشر، وهو ما يجعلنا نستشعر أهمية توثيق علاقاتنا الأخوية بمنطقها العادل والحكيم. إننا نرى كل يوم كيف يفضي التطرف والكراهية التي يتم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكل سهولة، كيف تفضي إلى أعمال إرهابية يمكن أن تهدد مجتمعاتنا. لننظر إلى الهجمات الفظيعة على المعابد اليهودية في بيتسبرغ وفي سان دييغو، في مونسي بنيويورك وفي مدينة هالة بألمانيا، أو الهجوم المريع على الجالية الإسلامية في كرايست تشيرش بنيوزيلندا، أو هجمات عيد الفصح على الكنيسة في سريلانكا. كانت هذه أفعال أشخاص مرضى تقودهم قناعات فاسدة،
ولكنها تبرز أيضا المهمة التي نواجهها جميعا للتصدي للمتطرفين والإرهابيين في كل المجتمعات. هؤلاء الأشخاص حول العالم يدعون زورا أنهم يستوحون إلهامهم من نصوص دينية مقدسة أو شعارات وطنية أو الإحساس المريض بالنقاء العرقي أو الإثني. هزيمة الشر حول العالم وبكافة أيديولوجياته وخلفياته هي مهمة كبيرة ترتكز على دور التعليم والأسرة وكذلك منصات التأثير، ويجب علينا أن نسهم في تمكينها بمساعدتها دون توقف. ولا نستطيع أن نربح هذه المعركة إلا بتضافر الجهود، وذلك من خلال تعزيز قيم التفاهم والتسامح والتعاطف وصولاً إلى محبة بعضنا لبعض. منذ أن توليت زمام الأمور في رابطة العالم الإسلامي، جعلت من مهام العمل مع إخواننا وأخواتنا أتباع الديانة اليهودية إعادة نسيج علاقاتنا مع بعض، والتي بدأت قبل قرون عند بداية الإسلام، ولكن في السنوات الأخيرة شهدنا تباعدا بيننا حيث تم الخلط بين السياسة والدين، وبسبب غياب منطق العدالة الشاملة التي يجب أن تسود سلام مجتمعاتنا، ولا يكون هذا إلا بالوعي والصدق والحكمة. قبل عامين وبالنيابة عن رابطة العالم الإسلامي، كتبت رسالة إلى السيدة سارة بلومفيلد مديرة متحف الهولوكوست بالولايات المتحدة الأمريكية. أعربت فيها عن تعاطفنا الكبير مع ضحايا المحرقة، وأن هذه الحادثة هزت البشرية في الصميم، وعبرت عن تضامننا في مكافحة جريمة إنكار المحرقة. حقيقة كنت أمام مفاجأة سيل كبير من المكالمات والرسائل ورسائل البريد الإلكتروني وردت من علماء وقيادات إسلامية كبيرة من جميع أنحاء العالم، يعبرون عن تأييدهم وموافقتهم بالكامل على ما قلناه في هذا. لقد عبروا في الواقع عن عدالة الإسلام ومنطقه الإنساني حيال تلك الجريمة البشعة، وعدد من هؤلاء العلماء كانوا معنا لاحقا في أوشفيتز. منذ ذلك الوقت بذلت رابطة العالم الإسلامي جهودا متضافرة للتواصل مع مجتمع الديانة اليهودية، واليهود بنص القرآن الكريم هم أهل كتاب، وهم بنص القرآن الكريم لهم امتيازات في الأحكام الفقهية الإسلامية، هم والمسيحيون. وعبر مسار التاريخ فإن عموم الخلافات التي جرى النص عليها كانت سياسية ولا علاقة لها بأصل الدين، لأن الإسلام يتحدث عن حقيقته الإلهية وليس ضد حق الأديان الأخرى في الوجود. وفي اجتماعاتنا مع القادة الدينيين اليهود في عدد من الدول في الشرق الأوسط وفي الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وجدنا مشتركات كثيرة. أدركنا أننا نتشارك في مخاوفنا من التعصب المتزايد والتهديدات التي تواجه مجتمعاتنا، وأيضا نتشارك في عزمنا على بناء عالم أكثر وعيا وتسامحا، عالم يحكمه السلم العادل والشامل. يدرك المسلمون واليهود جيدا الخطر الذي يشكله المتطرفون بجميع أنواعهم، وهم يسعون إلى استغلال انعدام الاستقرار لتعزيز الكراهية والعنف، ولا سيما النازيين الجدد. نحن الآن أمام تحديات هذه الجائحة العالمية والتي قتلت الكثير من الأبرياء وتسببت في تداعيات اقتصادية أفقدت البعض وظائفهم ومدخراتهم حول العالم. لذا يجب أن نكون أكثر حذراً بخصوص تبعات هذا التهديد. الطريقة الوحيدة التي يمكننا التغلب بها على العدو المشترك هي من خلال العمل المشترك كوحدة متكاتفة تبني جسور الحوار والتعاون بالمنطق العادل والشامل، وتقبل التنوع والأفكار المختلفة، وتدعم المهمشين والمهملين في المجتمعات حول العالم، وأيضا ترفض اللامبالاة وتحمينا من التطرف العنيف والأديولوجيا المتطرفة. ولهذا كان من المهم على رابطة العالم الإسلامي بناء علاقة جيدة مع اللجنة اليهودية الأمريكية، وهذه اللجنة في طليعة المنظمات المحاربة لمعاداة السامية، والتي تدعو للتعاون بين مختلف أتباع
الأديان والمعتقدات لنصنع معا مستقبلا أفضل للجميع، ومقدرين في ذات الوقت ما يقوم به عدد من أعضاء هذه اللجنة من مواقف شجاعة في مواجهة كافة أشكال العنصرية والكراهية، ومن ذلك محاربة الإسلاموفوبيا. في العام الماضي عززنا علاقتنا بالتوقيع على اتفاقية تاريخية للتعاون ضد العنصرية والتطرف بجميع أشكاله. إحدى الركائز الأساسية لهذه الاتفاقية هو التعبير عن تضامننا بزيارة معسكر الموت النازي في أوشفيتس، والتي قمنا بها في وقت سابق من هذا العام لإحياء الذكرى السنوية 75 لتحرير المعسكر، حيث ترأست فيها وفداً إسلامياً رفيع المستوى من كبار علماء المسلمين ومن مختلف الدول الإسلامية ومن مختلف أيضاً الطوائف الإسلامية من سنة وشيعة وغيرهم. في ذلك اليوم والذي لا ينسى وقفت مع إخواني المسلمين واليهود متحدين، وقلنا بكل عزم لن يحدث هذا مرة أخرى إن شاء الله تعالى، لن يحدث لليهود ولا للمسلمين ولا للمسيحيين ولا لغيرهم. أهوال محرقة الهولوكوست لا ينبغي أن تتكرر أو أن ننساها. الأدلة القاطعة للفظائع المرتكبة ضد الرجال والنساء والأطفال الأبرياء هزتنا جميعا. رأينا أحذية الأطفال وبقايا الشعر وحقائب السفر والمتعلقات الشخصية الأخرى لأولئك الذين فقدوا هناك. أيضا رأينا الثكنات الشبيهة بالسجون، حيث كان يجبر الرجال والنساء والأطفال على العيش، ورأينا بقايا غرف الغاز حيث تم تجريد تلك النفوس الضعيفة من ملابسها وتم قتلها، وشاهدنا المرافق الطبية التي أجرى فيها الأطباء النازيون تجارب بشعة على الضحايا. نعم، ذرفت الدموع بمجرد التفكير في مثل هذه الجرائم المروعة. هذه قيمنا الإسلامية والإنسانية. أكثر من 1,000,000 رجل وامرأة وطفل فقدوا أرواحهم في أوشفيتس، وهذا شيء لا يمكننا أن ننساه. يجب على المسلمين وغيرهم أن يستوعبوا هذا الدرس من صفحات التاريخ، فدروس المحرقة عالمية، ولا يزال خطر الإبادة الجماعية معنا نشعر به حتى الآن. لقد كتبت أنا والسيد ديفيد هيريس في صحيفة شيكاغو تريبيون، وذلك بعد أيام فقط من زيارتنا لأوشفيتس، قلنا على المسلمين واليهود مسؤولية توظيف جميع نفوذهم لوقف هذه المعاناة فوراً. ما نواجهه هو بالفعل خطر حقيقي ملموس. انظروا ماذا حدث في البوسنة وفي رواندا قبل جيل واحد فقط، حيث تحولت الكراهية العرقية أو الدينية بكل سهولة إلى إبادة جماعية. وكذلك المحنة التي يمر بها إخواننا الروهينجا في ميانمار اليوم، وهم ما زالوا يتعرضون لهذا التمييز والعنف والإرهاب النابع عن العنصرية. وهذه كلها جرائم ضد الإسلام وضد الإنسانية، بغض النظر عن من هو الجاني ومن هم الضحايا. كمسلمين فإن واجبنا الديني والأخلاقي أن نقف ضد هذه الانتهاكات المجردة من كل القيم. بلا شك العالم الذي نعيش فيه هو مكان خطير، ولكن السنوات الأخيرة التي شهدت إعادة بناء العلاقات بين الدين الإسلامي والدين اليهودي تمنحني الكثير من الأمل لغد أكثر إشراقاً، غد يتسم بالحوار الموضوعي وصولاً إلى التفاهم وتحقيق السلام العادل والشامل. ولن يعيق هذا الأمل سوى القرارات والتصرفات الخاطئة التي تزيد الأمور تعقيداً. في هذا العصر قد يبدو لنا أن الكراهية تنتشر بسهولة أكثر من السابق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن أعتقد أننا نكسب هذه الحرب بخطوات ثابتة وإن كانت بطيئة. فنحن أبرمنا شراكات يدافع فيها المسلمون واليهود والعديد من المسيحيين وأتباع الديانات والمعتقدات الأخرى، يدافعون عن القيم المشتركة ويقومون بتثقيف مجتمعاتهم المتنوعة حول تلك المشتركات. نحن نكافح معا من أجل عالم أفضل وأكثر مساواة لا مكان فيه للإسلاموفوبيا ولا لمعاداة السامية أو أي شكل آخر من أشكال التمييز. سننتصر بإذن الله تعالى، لأن الحق معنا.
أكون على ثقة بأن رابطة العالم الإسلامي ستتواصل في جهودها كل يوم لتعزيز القيم الإسلامية المعتدلة التي تدعو إلى السلام والحب والتعايش. نعم، الإسلام المعتدل يعارض تماماً العنف ضد أي حياة بريئة. نحن سعداء بالعمل مع شركاء مثل اللجنة اليهودية الأمريكية الذين يقدرون قدسية الحياة البشرية للجميع تماماً كما نقدرها نحن. شكراً لكم مرة أخرى على دعوتكم لي للتحدث هنا اليوم، وأتطلع إلى العمل معكم جميعاً للدفع بقضية التفاهم والتسامح والتعاطف والحب وسلام عالمنا العادل والشامل، وشكراً لمتابعتكم.